السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نتمنى لكم تكونوا بألف خير وعافية إن شاء الله. معكم وصفات أمي أم ناجحة، نهار جديد ووصفة جديدة على القناة. اليوم إن شاء الله بغيت نحضر معكم هذا العصير اللي هو اقتصادي بواحد الكمية وافرة، واللي أهم من ذلك هو أنه منعش. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج لواحد الليمونة بحجم كبير، إذا كانت حجم كبير تاخدوا ليمونة، إذا كانت حجم صغير تاخدوا جوج ليمونات. وغادي نحتاج فيه لواحد البنانة، وغادي نحتاج لواحد المكون اللي كيعطيه واحد اللذة بنينة وكيخلي العصير كيجي لذيذ وبنين، هو الياغورت ولا دانون بأي نكهة بغينا كنضيفوه على هذا العصير. أول حاجة كناخد هاد الليمونة كما كتشوفوا كنقشروها ونحاول نقيها من ديك كاع داك الجليدات البيضين اللي كيكونوا فيها باش ما كتعطينيش المرورية للعصير ديالي، ونقيها حتى من داك العظام اللي كيكونوا فيها لداخل ونحطها في مورينيكس. هنا بالنسبة لكم عندكم الاختيار، اما تطحنوا الليمونة مع الماء بوحدها وتصفيوها، الا كانت عندكم مورينيكس ما كطحنش مزيان ولا الآلة اللي كطحن ما كطحنش مزيان، من الاحسن تصفيوها باش ما يجيوش فيها داك الطريفات ديال الليمون. الا كانت عندكم الاله كطحن مزيان غادي تطحنوها مباشره مع البنان. انا بالنسبه ليا هنايا غادي نقيها وغادي نطحنها مباشره مع البنانه لان عندي مولينيكس كطحن مزيان، وعندي هنا يطرو ديال الماء. الا بغيتو تزيدو اكثر تزيدو اكثر هاد يطرو ديال الماء مع هاد الفاكهتين كيعطيوني حتى لتر ونص هكاك ديال العصير، تقريبا لتر ونص ديال العصير اللي كيعطيوني. غادي نضيف شويه ديال الماء، غير شويه، واحد القياس ديال الكاس ديال الماء باش يتطحن ليا هاد الليمون والبنان مزيان، حيت انا ما غاديش نعاود نصفيهم، غادي نطحنهم مباشره ونخليهم كيتطحنوا لواحد المده يعني 4 دقائق هكا كيتطحنوا مزيان، ما تبقاوش ديك الطروفه ديال الليمون الا كانوا قاصحين ولا. وكما قلت لكم نتوما تقدروا تطحنوا الليمون مع الماء وتصفيوه وعاد ضيفوا ليه البنان باش تفادوا اي يعني اي حاجه نتوما كتشربوا العصير وهي ديك الطريفات تفادوهم نهائيا. وهذا العصير كيجي منعش بزاف صراحه الله، خصوصا في هذه الايام ديال الحراره وهذه الايام ديال الشهر المبارك. غادي نزيد ليه دابا البقيه ديال المكونات، غادي نزيد داك الكميه ديال الماء اللي بقات ليا كلها. وكما قلت لكم تقدروا تضعفوا الكميه حتى قد ما درتوا الفاكهه، بحال مثلا درو جوج بنانات وجوج ليمونات راه غادي يعطيكم كميه اكثر، تضعفوا الكميه ديال الماء. وغادي نضيف هذا الياغورت ولا هذا دانون باي نكهه بغيتوا، هذا المكون كيعطي واحد المذاق زوين للعصير وكيخليه كيجي بنين. وغادي نزيد السكر، السكر على حسب الذوق ديالكم، انا غنزيد غير معلقه هنايا وانتوما يعني تحكموا في الكميه ديال السكر اللي بغيتو. ونعاود نطحنو شويه غير بما تخلط ليا ديك العصير ديك دانون حيت اصلا راه مطحون، والعصير ديالنا يكون واجد ان شاء الله. وبغيت نقول لكم حتى الا بغيتو يعني تعوضوا الفاكهه ديال البنان باي فاكهه عندكم راه حتى هو كيجي زوين، وتضيفوا ليه الياغورت راه كيجي روعه. اذا كان عندكم فريز الفريز هذا يعني دير واحد جوج حبات ولا ثلاثه الحبات ديال الفريز وتزيدوهم مع ليمونه راه كيجي حتى هو رائع رائع. وهذا هو العصير ديالنا كما كتشوفوا بالصحه والراحه، راه كيجي غزال كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله، وإلا جربتوه وعجبكم طبعا ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله.